يلا بدايتها بما انه اليوم خميس ختمت الحلقه من ثاني فقره، عموما مكملين معاكم مع فقره الاخبار والمنوعات واللي دائما بنحاول نقدم لكم فيها اهم واخر واغرب ايضا الاخبار من حول العالم. اول اخبارنا لليوم لاطلاق قمر صناعي سعودي للاستطلاع وازاحه مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه، اللي المرة الأولى استتار عن القمر الصناعي السعودي الجديد المخصص لخدمة القطاعات العسكرية والمدنية. ويميز القمر الجديد الذي أنه نظام متكامل للاستشعار الكهروضوئي بشقيه الفضائي والأرضي، ومن مزايا أيضا عدم الحاجة إلى تزويده بالكهرباء. خبر جدا جميل ومترقبين أيضا الأقمار الصناعية الأخرى. خبر آخر، التزلج راح تكون وسيلة مواصلات جديدة في بريطانيا، هل ممكن؟ راح نشوف أكيد في هذا الخبر والفيديو اللي راح يكون معنا. ونشر موقع ميرور لقطات تظهر موظفين وهم يحاولون الوصول إلى مقر عملهم بالتزلج على الثلج الذي راكمته العاصفة التي ضربت لندن مؤخرا. وبدأ في الفيديو شخص هو يحاول الوصول إلى عمله بمشاقة زي ما أنتم لاحظين، وأنا فعلا أبغى أشوف الفيديو معاكم، بس ياريت تصلحوا لي الأوتو كيو عشان نشوف الفيديو. جميل، شايفين طبعا ملاحظين قد ايش بيحاول انه يتزلج عشان يوصل لمقر شغله بالرغم بوسط الشارع المليان بالثلج وهو بيحاول انه يروح. فعلا يعني ما ناس يشوفوا الثلج هذا وما هم عارفين كيف يوصلوا، ولكن بالنهاية ممكن يغيبوا وياخذوها عذر، ولكن عندهم ابدا ما خلى الثلج يعيقهم عن شغلهم، وحاولوا واخترعوا طرق زي ما احنا شايفين بالتزلج على الثلج عشان يوصلوا بالنهايه لشغلهم. لكن انا ملاحظه انه في قاعدين ناس يمشوا، فليش هذا يعني فضاوه ولا ايش بالضبط؟ مسوي حركه برح، حلو يلعنون. لا يعني ما هو الثلج اللي ممكن والله نتزلج لين نوصل لشغلنا. شايفين انه في ناس كانوا بيمشوا عشان يروحوا لاشغالهم، ولكن هو يعني قال خليني اروح بطريقه مبتكره للشغل اليوم، يمكن هذه الطريقة تغير من نفسيته شوي. وخبر آخر، دب يتجول حول العالم برفقة صاحبه. يمكن راح تكون من أكثر الأخبار المضحكة، شايفين الصورة معانا على الشاشة. وأقدم شاب على اصطحاب الدب الخاص به معه في جولاته حول العالم، والتقت له الكثير من الصور وهو بيتجول في مختلف الأماكن بالعديد من الدول السياحية من بينها لندن وكندا ومالطا وغيرها، وهي الصور التي أثارت إعجاب المتابعين. طبعا زي ما احنا شايفين الدب عبارة عن دمية، ولكن السؤال اللي ممكن أسأله نفسي، ليش ما كان هو بيتصور في نفس هذه الأماكن؟ ليش كان بيصور الدب الدمية وهو بيجول في كل هذه المدن السياحية؟ يمكن كثير مننا إذا شاف الدب يتمنى أن يكون مكان هذا الدب. أي والله صح. طبعا العنود تقولي أنه يذكرنا بالدب حق مستر بن. فعلا فعلا عنود. خبر آخر، وحفاظا على البيئة تطبيق جديد يبيع بقايا الطعام. وامكن يعني من اكثر التطبيقات اللي اعجبتني ولامست يعني كثير من الناس، وفكره جدا جميله انه الشباب بيسووا تطبيق. وايضا يعني كلنا عارفين انه المتاجر والمطاعم بيخسروا كميات كبيره من الاكل اللي بيطلبوها الناس لما بيجوا ياكلوا. في النهايه بقايا الطعام وين بتروح وانتم بكرامه؟ مكب النفايات. ولكن قرروا وسووا تطبيق، اسم التطبيق هذا كارما ريسكيو فود. طبعا يمكن للمستخدمين شراء الطعام المتبقي بنصف
الأسعار. وطبعا ما أتوقع أنه راح يكون أي طعام، هما أكيد المطاعم راح ينظفوا الطعام المتبقي وياخذوا الطعام اللي ما تمسك أصلا، لأنه دائما بنروح كثير مطاعم بنطلب طلبات كثيرة وفي النهاية ما بتاكلوا منها غير شيء بسيط، أو في للأسف أطباق ما بنمسكها أصلا. ففكرة جدا جميلة فكرة هذا التطبيق يا جماعة، قولوا لي اللي حواليكم، قولوا لناس ممكن تكون محتاجة فعلا هذا التطبيق، اسمه التطبيق كارما ريسكيو فود. وخبر آخر ودراسة أيضا جديدة وما تخلى فقرة الأخبار من الدراسات اللي دائما بنتعرف عليها في هذه الفقرة وفعلا بننصدم، الوقوف في مكاتب العملاء ممكن يؤدي إلى الوفاة، وأتوقع أنها من أصعب الوظائف اللي ممكن يشتغلوا فيها سواء الشباب أو البنات، أنهم يوقفوا طول الوقت، تخيلوا يفضلوا واقفين لثماني ساعات متواصلة، وفي منهم أكثر من ثمانية ساعات. وقالت دراسة جديدة نشرتها جامعة كيرتن في أستراليا أن المكاتب اللي تعتمد الوقوف أثناء العمل أكثر إيلاما من المكاتب التقليدية، وأيضا يمكنها إبقاء القدرات العقلية لدى العاملين وتؤدي إلى تورم في الأوردة، وأيضا التي تسبب آلام الساق وأسفل الظهر وتلف القلب، وبالتالي ممكن أنها تؤدي إلى الوفاة. فكيف نحن يعني اللي بنشوف فعلا الناس سواء في الأسواق في المحلات واقفين ثمانية ساعات ما بيجلسوا، فعلا قلبي مرة بتقطع عليهم، ويعني أقول لهم استريحوا، ليش واقفين طول هذه المدة؟ فلازم يكون في رحمة في قلوب هؤلاء المدراء أنه يلغوا الوظائف اللي ممكن تكون واقفين فيها، أو وظائف مكاتب العملاء تحديدا، ويجيبوا لهم كرسي وخليهم يقعدوا يرتاحوا، أتوقع راح تزيد إنتاجيتهم في هذا الوقت. خبر آخر يمكن من أجمل، فعلا 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 من أجمل الأخبار اللي راح تكون في هذه الفقرة، دراسة أيضا وراح نعرفكم أنه ليش الهنود لما يتكلموا لازم يهزوا رأسهم، لو لاحظتوا أنا في هذه الهزة شوية. فهز الرأس لدى الهنود دلالة على في الحوار والتخاطب فيما بينهم، فتخيلوا كل حركة منها تعني تفاعلا معينا. اليوم أنا راح أمثل لكم هذا التفاعل، إذا قال لك الهندي نعم فإنه يهز رأسه كذا هزتين، هذه نعم أوكي، فطبعا الهز يمين ويسار بشكل أفقي متكرر وبسرعة في نفس الوقت، بس أنا ما بهز بسرعة عشان شعري لا يطير. وإذا قال لا فيعبر عنها بهزة رأس واحدة كده كده، يعني لا أوكي، أو كده بهزة رأس واحدة يعني لا، وتحريك الرأس يمين يسار ببطء فهي علامة للاحتمال إذا سووا كذا، صح يا عنود؟ استمر الخبر ذا كان يحتاج. السبب طبعا لشيوع هذه الحركات أنه الهند عندها لغات كثيرة، كلنا عارفين يمكن هذا الشيء، والإيماءات تساعد كثير في وصول المعنى المناسب عند التخاطب والحوار فيما بينهم، يعني في أتوقع في الهند أكثر من 10 لغات في الهند. عنود آلاف اللغات في الهند تحديدا، فعشان كذا الحركات بينهم وهز الرأس يعني شائع كثير عندهم، بسبب أنه يفهموا بعض أو ممكن يفهموا بعض أسرع، فعرفتوا نعم ولا واحتمال كلها طبعا توصل بحركات الرأس. وعندنا كمان أتوقع نفس الحركات عندنا دائما بلغة الإشارة دائما نحن نستخدمها هنا. طبعا كانت معانا هذه آخر الأخبار لحلقة اليوم، ولكن السلطنة راح تكون قريب بعد هذا الفاصل.